بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة واحد من الناس. عاوز أكلمكم عن صفحة برنامجنا على السوشيال ميديا، عن المسؤولية الكبيرة اللي بتحطوها على أكتافنا علشان نخفف أوجاعكم ونعالج مرضاكم ونغير حياتكم ونحقق أحلامكم. إحنا بنستقبل يوميا مئات الرسائل كلها مليانة شكاوى وأمنيات وأحلام ودموع. رسائلكم بتخلينا نتأكد أننا نجحنا في مد جسور المحبة بيننا وبينكم على مدى مشوارنا الطويل مع بعض. قدرنا نكون لسان حالكم، قدرنا نعبر عنكم ونسلط الضوء عليكم ونحاول نوفر اللي انتوا بتحتاجوه ونحقق اللي انتوا بتتمنوه. رسائلكم هي الرئة اللي بيتنفس بيها واحد من الناس، هي صوتكم اللي بنوصله ودمعتكم اللي بنمسحها ومشاكلكم اللي بإذن الله بنحلها وأوجعكم اللي بنحاول نداويها. وكمان في رسائلكم حكايات الناس الطيبين اللي كلهم شهامة ومروءة، الناس البسيطة اللي قلوبهم عمرانة بالخير، الناس الحلوة اللي دايما بتحمد ربنا في السراء والضراء، والناس الموهوبة اللي بنقدمهم ونسقف لهم، والنماذج الإنسانية اللي بنضرب لها تعظيم سلام، والمبادرات الاجتماعية اللي بنتمنى انها تكتر كمان وكمان. ابعتولنا بكل اللي انتوا عايزينه واللي محتاجينه واللي بتحلموا بيه واللي نفسكم تلاقوه، ويا رب يقدرنا دايما نكون عند حسن ظنكم فينا. وتعالوا نبدأ حلقتنا في واحد من الناس. من الناس من 8 سنين نزلنا ورحنا محافظة الغربية، الأمور كانت صعبة قوي. قرى هناك مفيش فيها لا صرف صحي ولا مية نظيفة، والأمور كانت في منتهى الصعوبة. تعالوا نفكركم شفنا ايه في واحد من الناس في محافظة الغربية. كهرباء قليلة، فيه فرن عيش هنا، ده بصراحة يعني المسؤولين ما يقبلوش ان هم ياكلوا منه. في الشتاء تلاقي البيوت غرقانة والاسفلت ما فيش طريق عشان حد يمشي فيه عشان يروح مية، والمية هنا بسم الله ما شاء الله يعني ولا كلمة ما توصلش، عشان توصل كل حين ومين. بقول للسادة المسؤولين يا ريت يهتموا بينا شوية، يا ريت يهتموا بينا السادة المسؤولين، يا ريت يهتموا بينا، يهتموا بينا من ناحية يعني يراعوا الناس اللي في القرية، يا ريت علشان خاطر بس الاطفال. احنا عادي مش مشكله، احنا اهم حاجه الاطفال اللي بتعاني من التعليم وبتعاني من المرض وبتعاني من حاجات كتير. زي ما شفنا الامور كانت صعبه جدا والحياه كانت قاسيه، لكن الان وبعد اطلاق مبادره حياه كريمه سافرنا مره ثانيه محافظه الغربيه عشان نشوف الأخبار هناك إيه ونتابع العمل في إعادة البنية التحتية في إطار المبادرة الكبيرة لإعادة الروح للقرى المصرية. قرية الضبشة تبع المركز زفتة الغربية، تعالوا نشوف إيه اللي تم فيها عشان نشوف كيف كانت وكيف أصبحت.
سيمفونية عمل تعزفها سواعد أبناء محافظة الغربية بقرية الضبابشة بمركز زفتة. فأعمال حفر الغاز الطبيعي تسير على قدم وساق، فضمن مبادرة حياة كريمة يتم تطوير واستحداث وصلات الغاز الطبيعي بعد معاناة أهل القرى لسنوات. كاميرا واحد من الناس تجولت بالقرية لترصد أحوال المواطنين بعد هذا الإنجاز العظيم. الغاز هنا دخوله هنا عندنا في البلد تمام، بمناسبة حياة كريمة تمام، حاجة حضارية هتنقل البلد بتاعتنا لقدام تمام، وحاجة جميلة. الصعوبات اللي كانت بتقابلنا، اللي طبعا حضرتك الصعوبات بتبقى أكتر في الشتاء، لأن ساعات الأنبوبة بتبقى أي أعطال بتحصل في العربية الكلام ده، وهي عربية واحدة طبعا اللي بتحجب لنا الأنابيب تمام، ماسكة كذا قرية، بتعطل مصالحنا طبعا، في اللي عاوز يعمل لنفسه حاجة في البيت الكلام ده، بتوقف البيت وبتعمل مشكلة. حفر الغاز هيفيدني في حاجات كتير، مش هتعب في إن أنا أطلع أنبوبة الدور الثاني أو الثالث، ثانيا برضو إن أنا هدخل سخان بالغاز، والأنبوبة الغاز هيبقى متوفر عندي على طول، ما فيش أزمة غاز. مثلا بنروح نعمل طوابير عشان ناخد الأنبوبة، وبعد دخول الغاز إن شاء الله ما فيش الكلام ده طبعا، مش هنتعب ولا نشيل أنبوبة ولا نتعب في شيل الأنبوبة، وهولع البوتاجاز الغاز يقيد على طول. الصرف الصحي لما اشتغل بقينا كويسين، كنا بندور على الجرار بقى ياخد في المقطورة 50 جنيه. حياة كريمة حلوة مش وحشة، وتوفر لنا كتير، وعايشين في راحة، وهنبقى كويسين، والحياة هتبقى حلوة، وكتر خير الرئيس. بالنسبة لأي مشروع المبادرة قايمة بيه، مصلحة للبلد ومنفعة عامة، وبيرفع من شأن البلد اللي هو فيها، ومستوى أعلى، وبيرقى من حال البلد ووضع البلد. كنت أعلنت عن أكبر عملية إجراء جراحات للأطفال من خلال طبيب مصري إنجليزي عاد للقاهرة بعد سنوات الغربة، وأول ما رجع قرر إن هو يعالج الأطفال في مصر ومشاهدي واحد من الناس بالمجان، وقرر إنه يخصص عدد 10 عمليات جراحية ويتكفل بيها بالكامل، اللي هو الأستاذ الدكتور هشام عبد القادر. جات لنا شكوى من الطفل أو والد الطفل علي خالد. الطفل علي خالد عمره 13 سنة، حصلت له حادثة لما كان عمره 10 سنوات أدت إلى تهتك في فتحة الشرج وانقطاع في مجرى البول، عمل أكثر من 10 عمليات وبقى قاعد على كرسي متحرك ولسه محتاج يعمل عمليات تانية. الأستاذ الدكتور هشام عبد القادر اللي أطلق معانا مبادرة عظيمة جدا بتكفله بإجراء 15 عملية جراحية للأطفال، أجرى العملية وتم إجراء العملية الجراحية لي في مستشفى كيلوباترا بمصر الجديدة. أنا بشكر جدا دكتور هشام على تبرعه، وبشكر جدا مستشفى كيلوباترا اللي تحملت كل تكاليف العملية بالمجان. تعالوا نطمئن على الطفل. علي كان حصل له حادثة نقل تقيل من حوالي 3 سنين، وفعلا أنا رحت برا في دكاترة لما اتعرضت عليها على موضوع الحادث دهوت، فقال لي العملية بتاعتك مكلفة مكلفة مكلفة. يعني أنا فكرت مثلا، قلت يعني مثلا مكلفة 50,000 100,000، فهو قال لا ده مكلفة مكلفة، أنا مش قادر أقول لك قد إيه. وبعدين عملية ابنك اللي أنت هتعملها ديت مش عملية واحدة، لأن مش هيخش معها دكتور واحد، احنا رزق يوم بيوم والارزاق على الله. فطبعا لما جيت بقى يعني الحل خلاص، فطبعا الناس قالت لي طيب ما تشوف البرنامج بتاع الدكتور عمرو الليسي.